لا أصدق بأن بيتو لم يأتي وهو شقيقها. بيتو لا يحب أحدا، إنه يحب نفسه ولا أحد في الدنيا. بالحوالة المالية التي حولتها إلى البرازيل سيكون لدينا مال كاف لنعيش لفترة طويلة. وعندما تحاول السلطات العثور علينا نكون بمكان لا يعلمه أحد. الحقائب بالسيارة والسائق ينتظر. تستطيعين المغادرة إلى المطار متى شئت. لا بأس، كما أخبرتك كوزمي، أغلق المنزل جيدا واذهب بشهرين إجازة. أعطيتك مالا كافيا لتفعل ذلك. نعم سيدتي كما تأمرين. فلنسرع كذا نتأخر. ماما. بني بني ماما فلتسامحيني، فلتسامحيني. لا تبقى. سامحيني أمي. لا، فأنت تؤلمني بدموعك. إنه خط بيرتا. أفهم ردة فعل فرناندو خوسيه، كانت ضربة مفاجئة وموجعة بالنسبة له ليفهمها بسرعة. كانت ابنتي روزاليندا مثله مصدومة عندما عرفت بأنني أمها ولست خالتها كما اعتقدت. المشكلة كبيرة. أريد أن تعرف شيئا مهما عرفته وأفتخر به. هذه المرأة ماما، ماما التي ظننت أنها ميتة من سنوات بعيدة. والحمد لله كنت مخطئا وستبقى معي. شكرا. هذا غير ممكن، أمر لا يصدق أبدا. أين روزاليندا؟ إنها بجنازة فلورنتينو. مع من؟ أوغستين ذهب معها. فرناندو خوسيه، فيدرا تريد أن تكلمك. لا يا ابنتي، كيف تقولين هذا؟ أنا أخبرتك بالحقيقة. بكل بساطة لست نادمة على شيء، فعلت كل ما بوسعي لأجل فرناندو خوسيه. آمني بالله واطمئني، قدمي ندمك فيدرا. أبي أخبرتك لست نادمة على أي شيء. أنا هنا معك فيدرا. لقد أحببتك كثيرا ومن قلبي فعلا، ولم أحب مخلوقا سواك، ولكن أعلم الآن بأنني سأموت بعد دقائق، ولهذا وباسم الحب وكل المشاعر علي أن أقول لك
الطفل الذي انتظرته كثيرا فرناندو خوسيه وأحببته. ليس طفلك، كيف خدعتني بهذا العنف فيدرا؟ لماذا؟ لماذا فعلت هذا لأظنه ابني؟ لماذا؟ هل اعترفت لك؟ لا يمكن أن أصدق بأنها كذبت بهذه الفظاعة. لماذا؟ لماذا؟ الحقيقة هو ما قالته لك أنت فقط. لقد أحبتك كثيرا، أحبتك بطريقة مريضة. الحب لا يمنحها الحق بأن تدوس على مشاعر البشر وتتلاعب بمشاعر من وقفوا بجانبها. هل تعلم من يكون أبوه؟ أجل فرناندو خوسيه، هذه حكاية أخرى مؤلمة سببتها لنا فيدرا. من أبوه؟ أخبرني. أنيبال، أنيبال هو والد ذلك الطفل. فيدرا حملت من أنيبال أمر مخجل. كم تمادت. فيدرا اعترفت لي أنها مستعدة أن تفعل أي شيء من أجلك، والأسوأ أنها غير نادمة على أي شيء، ولا حتى في لحظات موتها. أنيبال ولوسي هل يعرفان؟ أجل، أنيبال اعترف للوسي وقد انفصلا عن بعضهما، وكاد ذلك يقضي على زواجهما. لحسن الحظ أن لوسي أدركت أنها تحب أنيبال وكانت قادرة على أن تسامحه، وهما الآن سعيدان معا. فرناندو خوسيه، أيمكنك أن تسامح فيدرا؟ هل يمكنك ذلك؟ سامحيني سيدتي، أرجوك سامحيني، أردت فقط أن أساعدك وأن أحميك من كل شيء. لا أريد الأذى لك أبدا، وأرجو شفاءك. سامحيني، سامحيني. رحلت، رحلت، لقد رحلت. ابنتي ماتت. اهدأ، فلتبقى صبورا. نحن لا نملك شيئا، الموت قدر لا يمكننا منعه أبدا. محقة. كنت فعلا أجهل أن فيدرا كانت حالتها بخطر. فرناندو خوسيه ينتظركم بالغرفة، اذهبوا إليه. أين فرناندو خوسيه؟ لا أدري، أبوك قال إنه سيكون بانتظارنا. أنيبال، لوسي، إنه ابنكما.